اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات الموسم الرابع من برنامج تحديات. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. الفتره دي امتحانات الثانويه العامه، وطبعا ما فيش بيت في مصر يخلو من طالب ثانويه عامه، وده طبعا عامل لنا قلق جامد جدا في البيوت، وتوتر وضغط وخوف على مستقبل الولاد، وده الطبيعي. في كل سنه في الثانويه العامه بيحصل نفس الموضوع، وبتكون حاله غريبه في كل البيوت. عشان كده فكرنا ازاي نلحق ولادنا من البدايه، ازاي نلحقهم ونأهلهم صح عشان لما يدخلوا في مرحله الثانويه العامه نكون مطمنين عليهم اكتر، نكون عارفين انهم اصلا مؤهلين كويس جدا انهم يدخلوا مرحله زي دي، وعارفين انهم هيقدروا انهم يحلوا كويس ويقدروا انهم يستوعبوا الموضوع عامل ازاي، وكمان هنأهلهم لبعد كده. فده كان السبب النهارده اننا نستضيف الاستاذه ايمان خضره. اهلا بيكي يا استاذه ايمان. اهلا بيكي يا شيماء. رئيس مجلس اداره اكاديميه فالكنز اكاديمي. اهلا وسهلا بيكي، نورتيني النهارده في البرنامج. ميرسي، ربنا يخليكي يا شيماء. بصي بقى، في البدايه عايزاكي تعرفي الاول، تعرفي الجمهور مين هي ايمان خضره، وتقولي لهم بقى بدايتك ايه. انا ايمان خضر، انجلش ترينر، اتخرجت من كليه الالسن، معايا بعرف اتكلم انجلش وسبانيش وفرنش، ومؤسسه ومديره فالكنز اكاديمي. ما شاء الله، برافو جدا. طيب حبك اصلا للانجلش واخترتي الانجلش بالذات؟ بصي، اكيد اكيد وراه، اكيد وراه تحديات، يعني جداً. بما ان برنامجنا اسمه تحديات، فانت اكيد وراه تحديات كبيره في ان انت تتخصصي في ده بالذات وتحبي الانجلش بالذات. طيب خدي مفاجأة عندك، انا ما كنتش شاطرة في الانجليش اصلا وانا صغيرة. معقول؟ كمان على كل التفوق وكل الابداع اللي انا شايفاه ده وكل الحب ده. في مرحلة ابتدائي انا كنت اصلا باخد انجليش مع حد مش متخصص في الانجليش، فما كنتش شاطرة وما كنتش احسن حاجة في الانجليش، وكنت بحس دايما ان مستواي قليل ومش فاهمة، يعني انا قاعدة في الكلاس مش فاهمة اللي بيحصل. وبعدين بدأت مرحلة اعدادي كنت بتفرج على افلام انجليش كتير، وانت مش فاهمه وانا مش فاهمه، وحبيت اردد، يعني حبيت ان انا يعني اردد الكلام تاني حتى لو انا مش فاهماه. بدات احب الانجليش قوي، وبدات ان انا لا انا حابه ان انا اتكلم لغه تانية. ففي مرحله اعدادي، اخر مرحله اعدادي ومجموع بقى وداخله على ثانويه عامه، اخذت القرار ان انا لازم اتطور في الانجليش. فبدات ان انا ادرس مع متخصصين في الماده، وفعلا كان ليهم فضل عليا كبير ان انا اتطورت في فتره قصيره لحد ما جبت الحمد لله مجموع عالي في الثانويه العامه، واخترت كليه الالسن من حبي اصلا في اللانجوج وكده. فكان بالنسبه لي حلم وحققته الحمد لله. طبعا اكيد الموضوع ما كانش سهل، من انت ما تعرفيش حاجه في الانجليش انت توصلي للمرحله دي، فدي حاجه، دي كمان هتدي امل لاطفال كتير والاولاد كتير كمان، انهم خلاص انت ما تيأسش ان انت ما تعرفش انجليش، لا انت ممكن توصل وتكون بالعكس. يعني احنا بيجي لنا يعني ناس مثلا عندهم 40 و50 سنه وفيما فوق كمان، وحابين ياخدوا كورسز عشان يعني يأهلوا نفسهم اكتر ويطوروا مستواهم ويعرفوا انجليش. فدافع ان انت تعرفي انجليش ده موجود في كل وقت، ما فيش منه يأس، لان اي حاجه بالبراكتس واي حاجه بالمحاوله بتجيب نتيجه. طبعا احنا كمان عرفنا ان انت متخصصه ومتميزه جدا في كورسات المحادثه للاطفال وللكبار كمان. جدا. طب ايه الموضوع بقى؟ زي ما قلت لك انا كنت بحب اسمع اجانب قوي واحب اقلد. عفوا. فكنت يعني حابه ان انا اتكلم مع حد ومش بلاقي حد اتكلم معاه انجلش. وكنت لما بتكلم مع اصحابي، انت عارفه الطريقه بقى بتاعت صحاب، كلمينا عربي، كلمينا خلينا نفهمك وهكذا. فحبيت ان انا اوجد بيئه مناسبه لاي طالب او اي حد حابب يتعلم انجلش وعايز يحسن مستواه في المحادثه، ان انا اقدر اعمل له بلان يمشي عليها في وقت معين ويبدا يتكلم. يعني قولي ان انا حبيت اساعد واخد بايد اي حد حابب ان هو يتكلم انجلش، عشان كمان يلاقي بيئه يقدر يتكلم فيها انجلش من غير ما يتكسف، لان اول عائق بيقابلنا في الكلام ان احنا بنخاف وبنتكسف. طبعا دي حقيقه، وخاصه ان احنا خايفين نغلط. وطول ما انت خايفه تغلطي انت مش بتتطوري، خصوصا بقى ان الانجلش اللي بيكون موجود في الكورسات غير الانجلش اللي بيدرسوه في الولاد في المدارس.
جدا. فتعالي بقى، يعني احنا كنا بنتكلم انا وانتي قبل الهوا، وبتقولي لي ان الولاد هم دلوقتي اللي بيعلقوا، بيقولوا لا يا مستر مثلا، دي لا كذا ودي كذا. حقيقة ده النطق مش ده النطق الصح ومش ده بصي، النطق المظبوط. اللي انت بتدرسيه في السكول ان انت بتحفظي حاجة معينة عشان تروحي تكتبيها في الاختبار فتنجحي وتجيبي درجات عالية فتبقي انت كده نجحتي. فبيحصل ان لما بيجي حد يعمل عندنا اسسمنت يعني بنختبر الانجليش بتاعه حتى لو من اوائل المدرسة، فاحنا بنلاقي المستوى مش احسن حاجة. تمام. طيب احنا هنشوف كمان في فيديو معانا، نشوف اول فيديو يا ريت. اوكي او نبدأ بقى نعلق عليه. It was a dream for me to speak English fluently, understand English movies, and be able to talk to foreigners, whether in a written or audio chat, or while playing with people who don't speak Arabic, and I thought that was almost impossible. But when I started studying at Falcons, and I felt everyone reassures me that I can achieve any goal by continually and allocating time for practice, putting the aim I was in front of me, their encouragement and enthusiasm, all the competitions that were held to encourage us, were big reasons for my success. Falcons Academy is my second place where I developed the language and was able to achieve a goal I wished to reach. In the beginning, I was afraid of English and I was shy to talk in front of someone even if I was put in a situation and saw foreigners in front of me. The first lesson I learned at Falcons was to be confident and trust myself and trust my abilities as well. Then I followed that plan that Miss Iman had set for me, continued on it, and now I'm very thankful to her and all Falcons team. بصي بجد يعني هي حاجه مبهره، يعني حاجه تفرح قوي ان هم بيتكلموا بالطريقه دي وكده. لا اشرحي لي ايه الموضوع. طب خليني اقول ان دول باسل وانجي حبايب قلبي، وكان في فيديوز اكتر بس عشان وقت البرنامج انتوا اخترتوا يعني احنا فيديوهات لمده معينه. في زيهم كتير. انجي بقى لها سنه بتدرس معانا في الاكاديمي. فيديوهات للطلاب شاطرين ما شاء الله، يعني دي مش حاجه كتير، دي مش حاجه. بيتكلموا حلو قوي، يعني الانجليش بتاعهم بجد بجد فوق الممتاز. يعني practice makes perfect، التدريب بيخليكي تبقي احسن حاجه. صحيح. انجي بقى لها سنه بتدرس معانا، وباسل حبيبي انا اللي مربياه اربع سنين معانا في الاكاديمي. كان حلمهم فعلا ان هم يتكلموا بطلاقه من غير خوف وبسرعه، يعني هم كانوا حابين قوي حته ان احنا نتكلم بسرعه زي الاجانب وباكسنت يعني كويسه. يعني هم وصلوا المرحله دي في قد ايه؟ اكوردنج، يعني مثلا لو انت مستواكي لسه بتبتدي، يعني بقول لك باسل قعد معانا اربع سنين يدرس في الاكاديمي. تمام. وانجي بقى لها سنه، فعلى حسب المستوى اللي انت بتبداي منه بتكون المده اللي انت يعني هتطوري. بس التطور بيبدا على طول، يعني انت مش بتقعدي فتره طويله علشان تلاقي نفسك ان انت بتفهمي وبتتكلمي. بس ان انت تتكلمي من غير ما تمسكي ورقه وقلم ولا تبصي في حاجه وتعبري عن اللي انت عايزاه بسهوله كانك بتتكلمي عربي، ده المرحله بقى اللي هي بنسميها فلونسي، اللي هي الطلاقه، ان انت بتتكلمي انجلش زي العربي بالظبط. ما هو اكيد ده يرجع لان انت فعلا مميزه، فكره ان انت تقدري تخليهم يحبوا المادة قوي كده ويحبوا انهم يعني يحبوا الانجليش من المواد الصعبة، يعني على اولاد كتير من المواد اللي فعلا صعبة. دايما بقول لهم الانجليش مش صعب، دايما بيعانوا السنة دي جدا من الموضوع بتاع الانجليش. اللي عانى في الثانوية العامة ما تأسسش في الانجليش، يعني دول لما بيدخلوا ثانويه انا مش ببقى قلقانه عليهم، لان هم اوريدي اخذوا جراماتيكال رولز كتيره جدا، عرفوا ازاي ينطقوا ازاي يتكلموا، عارفين فوكابيولري كتيره قوي ان هم يقدروا في اي انجيجمنت ان هم يتكلموا انجلش، ما يبقوش خايفين اي ورقه تتحط لهم فيها انجلش، لا بالنسبه لهم سهله جدا. انما الطالب اللي مش متاسس هو اللي بيواجه فعلا المخاوف واللي بيبقى متكعبل قوي في اختبارات الثانويه العامه. وده بقى اللي هياكده لنا دلوقتي. معانا تليفون. مدام سارة، مدام ياسمين. طيب اوكي مدام ياسمين اتفضلي. الو. مدام ياسمين ازاي حضرتك؟ الو السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي. معاكي يا استاذه ايمان. برحب بحضرتك وباسره البرنامج كلها. ميرسي يا حبيبتي. معاكي يا استاذه ايمان بقى، ايه الاخبار؟ واحكي لنا كده، احكي لنا مشوارك مع استاذه ايمان ايه؟
مس إيمان، زي حضرتك بقدم لك تحياتي. أهلا بيكي حبيبي، عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، أهلا بيكي يا مس إيمان. أهلا بيكي. أنا عايزة أقول كلمة في حق مس إيمان، ولو إن مفيش أي كلام يوفي حقها. أنا تعرفت على مس إيمان من صفحات الفيسبوك، كنت بدور على حد يأسس أولادي. تمام. كان عندي 3 أولاد، الكبير فيهم يعني هو اللي كنت عايزة أبدأ بيه، بس هو بدأت ببنتي كمان، الاثنين مع مس إيمان الحمد لله والشكر لله أونلاين، وجربت كمان الحضور، الاثنين على مستوى عالي جدا جدا من الكفاءة، وولادي الحمد لله من المتفوقين في مدارسهم. لأن أنا يعني مع مس إيمان بصراحة لقيت حاجات ما لقيتهاش مع أي مدرس تاني، أنا كنت بدور على حد يكون بيأسس كويس. طب يا مدام ياسمين، طيب معلش هقطعك بس هسألك، مش عشان أستاذة إيمان قاعدة معانا، بس أنا عايزة أعرف هل في فرق بين الأونلاين وبين إن أنت تحضري فعلا المحاضرة؟ في فرق في استيعاب الأطفال، ولا هي بتقدر توصل المعلومة وتقدر توصل المحاضرة صح في الاتنين؟ هو مع ميس إيمان أنا ما لقيتش بصراحة فرق، أنا الاتنين مستواهم يعني ممتاز، سواء حضور أو سواء في الأونلاين، ابني في الأونلاين معاها بتقدر توصل المعلومة بطريقتها البسيطة السهلة، وبتكون يعني في تفاعل، بيكون في تفاعل مع الطفل، وبرضه الحضور نفس الكلام معايا. تمام، يعني مفيش فرق بين الاثنين. الاثنين ممتازين مع ميس إيمان، الاثنين ممتازين جدا جدا حبيبتي، كفي يعني. شكرا. العفو إيمان، احنا بنحبك جدا، ومن تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح باذن ربنا الله. ربنا يخليك، اللهم امين، وانا كمان بحبكم جدا. شكرا. شكرا قوي. لحضرتك يا مدام ياسمين. العفو العفو العفو، شكرا، الف شكرا. بصي عايزه ارجع لك بقى بالسؤال عن الاونلاين، يعني قد ايه الاونلاين ممكن يكون مهم للاطفال ويقدروا يستفيدوا منه كانهم بيحضروا فعلا المحاضره؟ بصي انا عايزاكي تشرحي النقطه دي، لان اصلا يعني هم احنا بنعلمهم بالعافيه لما بيحضروا المحاضره، فما بالك بقى لما يكون اصلا موضوع اونلاين. فاشرحي لي ازاي الموضوع بيكون. خليني اقول لك ان according to the teacher، يعني المدرس هو بيقدر يتحكم قوي في حصه الاونلاين اذا كان عليه مسؤوليه كبيره، يعني بيحضر ماتيريال تقدر انها تأتراكت الطفل، تشد انتباهه وتخليه عايز يقعد ويسمع اكتر، عن طريق باوربوينت، عن طريق سونجز، اكشنز، يكتبوا في وقت السيشن كمان. ففي حاجات كتيره جدا طرق بنستخدمها في الاونلاين بتخلي الطفل محتاج، يعني عايز يتكلم، عايز يتفاعل وهكذا. يعني ده برضو حسب التيتشر اللي بيدرس. ما هو في الكنترول يجهزوا لنا الفيديو رقم 3 عن الاونلاين. في طب أونلاين. انا عايزه بس اقول لك ان بايسل وانجي برضو اتعلموا اونلاين، وفي ناس ساكنين في الشارع اللي ورايا بيتعلموا معايا اونلاين وهم جنبي اساسا. ففي ناس بتفضل الاونلاين اكيد. هو انت بتوفري ده ممكن بتوفري وقت وجهد، بتبقي موجوده جنب طفلك، بتسمعي معاه، بتقدري تساعديه، يعني انتوا اتنين تعلموا سوا. فلا الاونلاين اتطور، وخاصه من وقت كورونا، وان احنا بدانا ان احنا كلنا كتيتشرز نتجه للتعليم الاونلاين، فبدانا ان احنا ناخد كورسز اكتر علشان نخلي الكورسات بتاعتنا شيقه للطفل ان هو يتعلم كمان اونلاين. في حاجه انت بتعمليها عجبتني جدا، مش يعني المفروض ان انت كمان قلتي لي انك بعد ما بيخلصوا المحاضره انت بتبعتي على الجروب او بتبعتي للمامز واولياء الامور المحاضره اللي الطفل خدها في نفس الوقت عشان يحب يرجع لها في اي وقت يرجع. مزبوط. لها عشان مامته وهي بتذاكر له تعرف ترجع. مزبوط. تشوف هو خد ايه، تعرف تساعده، تعرف حقيقي. فدي حلوه قوي، دي حاجه من مميزات فالكونز اللي احنا دايما الحمد بصراحة. لله بنهتم بالطلاب، احنا عايزين تطور مستواهم. اوقات انا ببقى طالبه حاجه معينه والمامي ما عندهاش درايه بيها قوي، فبضطر ان انا لا انا محتاجه ان انت كمان تبقي عارفه احنا عملنا بالزبط. ايه وتتابعي مستوى الطلاب، فببعت لهم كمان شرح بعد السيشن علشان خاطر يراجعوه تاني، ويبقى في اي وقت ان هم محتاجين يراجعوا معلومه يلاقوها موجوده عندهم بسهوله. ده غير طبعا ان احنا بنبعت اكسترا ورك شيتس وفيديوز ولينكات لحاجات كتيره جدا، بحيث ان طول الاسبوع يبقى فيه كوميتمنت وفي حاجات محتاجين ان هم يبعتوها وهوم ورك من غير ما يتضايقوا، لان في اطفال مش حابه قوي حكايه الورق والقلم،
فيحبوا يعملوا الهومورك على اللابتوب او على الموبايل حتى. صحيح. هو كده كده ماسك التليفون طول الوقت، فليه ما تمسكش التليفون وانت فعلا بتحل حاجه وبتلعب جيم. الجيم اساسها ان انت بتتعلم وانت مش واخد بالك. لا احنا صحيح. بنغلط فنقوم نرجع تاني للمعلومه وهكذا. طب احنا معانا فيديو هنشوفه مع بعض عن الاونلاين. اوكي. We play outside in the snow. Some kids are fast on their skates. My friend and I smile. We make hot tea and stir it with a spoon. In summer, we play outside in the sun. We swim in the lake and go on the swings. Say it again. Swings. I like the Dima. Dima. I like the winter and the summer. What season do you like? What season do you like? Excellent. طبعا شكل الولاد بتوع الاونلاين، بصي يعني شكلهم ما شاء الله عليهم، ماشي، وكمان هم في سن صغير جدا، وانهم يحاولوا يبداوا ينطقوا بالشكل ده، فدي حاجه يعني بصي مبشره يعني. انا عايزه اقول لك الفيديو ده بقى له شويه كتير، يعني هم خلصوا الفونكس ودخلوا دلوقتي في جرامر كورس، فالمستوى بقى مختلف تماما يعني كده كمان في البدايه وهم لسه بيتعلموا يعني. برافو. فزي ما انت شايفه هم يعني بيبقى ليهم فرصه حتى في الاونلاين ان هم يشاركوا ويقروا ويتصحح لهم، يعني بيكون تفاعلي جدا، مش مجرد ان هم قاعدين بيسمعوا شرح وخلاص. لا احنا لازم نعمل براكتس ولازم ندرب على الحاجات اللي احنا اخدناها كلها. طب انا كنت عايزه اعرف منك ايه اهميه الفونكس كمان يعني. طيب خليني اقول لك ان الفونكس ده احنا بنستخدمه في الايرلي ايج، لان الاطفال بيبقوا عايزين يقروا، فان هم بس يتعلموا الالفابيتس وان هم يعرفوا اسمها فده مش كفايه، فاحنا بنعلمهم ازاي كل لتر بيتكتب بين تو لاينز، عشان دي حاجه انا بدقق عليها قوي، وليه ساوند، وينطق اسم اللتر كمان كويس، وازاي يدمجه علشان يكون بيه كلمات. وانا عندي في الفونكس بدمج بين منهجين عالميين، منهج جولي فونكس واكسفورد فونكس. بيبدا من انت بتبداي في الاكاديميز، تمام؟ انت بتبداي من اربع سنين. Yes. تمام. هما برضو بياخدوا كل الحاجات دي من اربع سنين، بيبداوا يتاسسوا على كل ده، واحنا لسه بنتعلم اللترز، بنعرف اللتر اسمه ايه وبنعرف الساوند بتاعه وبيتكتب ازاي، كابيتال او لور كيس، ونبدا ان احنا ندمج الاصوات اللي احنا بناخدها دي علشان نكون بيها كلمات ونعرف معنى الكلمه كمان. وكان في فيديو للاكشن بتاع وهما الاطفال بينطقوا وكده. ايوه، ما هو كل ساوند ليه اكشن. الاكشن دي حركه بنعملها، بنشوفهم عمالين بيعملوا حركات كده وهما بينطقوا. لو الفيديو جاهز. اوكي، يا ريت. اوكي، اول ما يجهز هيعرضوه. اوكي، احنا كل ساوند بيبقى ليه اكشن. الاكشن ده حركه الطفل بيعملها علشان خاطر تفكره بالصوت. يعني مثلا لو هنتكلم عن letter N for example، ده الاكشن بتاع letter N وthis is the sound. اوكي. Like the plane، بحيث ان انا لو عملت بس الاكشن للطالب لا هيعرف ده. This is letter N for example. طيب احنا كمان معانا احد اولياء الامور، مدام وفاء، اتفضلي. الو، مدام وفاء حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. ازي حضرتك يا مس ايمان؟ يا رب كده دايما متفوقه ومتالقه زي ما حضرتك معودانا عليكي في كل حاجه كده دايما. يا رب اللهم امين. شكرا ليكي حبيبتي. انا احب اشكر حضرتك على مجهودك مع محمد كان رايح لحضرتك وهو 5 سنين. انا دخلت السيشن قلت اكيد مش هاجي تاني، الانجليش كله حضرتك بتتكلمي ما شاء الله عليكي، فقلت مش معقول هتجاوب مع الجو ده. فالحمد لله كملنا، ومحمد مع حضرتك بقى مده طويله، ومجهود حضرتك باين عليه في المدرسه وفي البيت وفي كل حته. برافو، ربنا يبارك فيك. جو السيشن بيبقى كله حب وموده ما بين حضرتك وما بين الولاد، الحمد لله. يرمي يستنى السيشن معاده، ودي حاجه بتفرق معايا غير اي حاجه ثانيه.
حبيبة حضرتك طبعا قلبي، شكرا بتأكدي من ليك. اول سيشن بالانجلش دي بتفرق في مجال ما بلاقوش في اي سيشن تاني، يعني صحيح. الطفل بيتعود من صغره فبيمشي على كده على طول ما شاء الله على حضرتك. طب الحمد مدام لله. وفاء، انتي ما كانش في اي صعوبة بتواجهك وانتي بتراجعي له في البيت او انتي بتذاكري له؟ والله يا مس ايمان يعني الحمد لله مش بتخلي عندنا صعوبة، عن طريق الفيديوهات اللي بتكون مسجلاها، عن طريق اللي انا ببعت لحضرتك على الواتس، اي حاجة بتقف معايا بتبقى ببعت على طول على الواتس، حضرتك بترد علينا في اي وقت بتلاقينا، يعني ما شاء الله بترد علينا سواء في المدرسة او حاجة بعيد عن الكورس اصلا، تمام. طب فهي انت حاسه بترد ان عن طريق يعني الواتس. المحاضره او الكورس مع ميس ايمان فرق معاه في مستواه في المدرسه، ويعني انا الحمد لله فرق معايا، ابني فرق الحمد لله واضح؟ بيصحح من المدرسين دلوقتي ما شاء الله عليهم، برافو المدرسه برافو، ما هي بتقول كده اللهم حبيبي هي دي ايمان النقطه حبيبتي المهمه في حبيبي، الموضوع. سواء كان في جلامر او فونكس ما شاء الله، انا جالي السنه اللي فاتت والسنه دي، واكيد هو كان صح عن طريق ميس ايمان شكرا وهو صحح لحضرتك، للمدرسين، يعني الحمد شكرا لله لحضرتك يا مدام الحمد وفاء، لله. شكرا، ميرسي وبالتوفيق ليه ليكي دايما يا رب. مامي مودي حبيبتي. لا بجد بجد برافو. انا مره في طالب حضر معايا اول سيشن، طلع قال لمامته هي الميس دي بتتكلم عربي؟ هو انت كان طول الوقت مصدوم. بتتكلمي بصي انجليش؟ مش طول، مش كل الحاجات، خلينا واضحين ان في البدايه، خاصه في البدايه ما ينفعش ان انت كله يبقى انجلش، تمام، بس احنا لازم نغمر الطالب في بيئه بتتكلم انجلش علشان يقدر يتعلم. هقول لك مثال، واحنا اطفال واحنا بيبي احنا اتعلمنا الكلام ازاي؟ كنا عشان بنسمع، حوالينا نسمع ونربط اللي احنا بنسمعه بصوره، يعني اه مثلا ده انا عارفه ان ده مج، عرفت ازاي؟ حد قدامي مسكه وقال مج، خد المج، هات المج، حط المج في المطبخ، وهكذا. فانا عرفت ان ده مج من خلال ممارستي للغه من اللي حواليا. فالانجلش محتاج ده بالظبط، ان احنا نغمر الطالب ببيئه بتتكلم انجلش ونحاوطه بالانجلش عشان يقدر من كتر ما هو بيسمع يقدر ان هو يتكلم. تمام. طيب احنا كمان هنشوف الفيديو دلوقتي هو جاهز معانا. اوكي. My name is Farida. A cow in the house. A boy and a mouse play with toys in a farm house. It is cold outside. A brown cow wants to join the boy and the mouse in the house. Hello boy, hello mouse. The soil and the bushes are cold. Can I sleep in your house? Hello brown cow. We only have 2 bits. Let's flip a coin. بصي ايه الجمال ده بجد. لا عايزه اعرف بقى، يعني انا شايفه الاكشنز بتاعتهم وبتاع يعني ممتازين جدا، بس انا كمان عايزه اعرف هي الاكاديميه عندي كمان بتقدم ايه، يعني بتدوا ايه تاني غير الانجلش؟ انا عارفه انتوا بتدوا كل الكورسز اللي بتهم كتير. الطلاب تمام. سواء صغيرين او كبار، كل اللغات، انجلش فرنش الماني عربي ماث دكتور ماث ورسم وكرافت، كل دول. اي حاجه بتطور الطالب انا دايما بحب انها تكون موجوده عندي في طيب الاكاديميه. وتاسيس الطلاب بقى بتاع الثانويه العامه؟ طيب خليني اقول لك ان بيجي لي طلاب يعني في اعدادي وثانويه عشان وقت عامه. البرنامج حاضر. فانا عايزه بيجي لي اعرف طلاب منك النقطه كتير دي في لانها ثانويه مهمه عامه جدا. مش عندهم تاسيس، يعني ما اه بيعرفوش اصلا يكونوا جمله، ما يعرفوش يكتبوا اساي، يعني لسه الدنيا مش واضحه بالنسبه لهم. فببدا معاهم ان فروم سكراتش، من اول حاجه ان احنا نبدا نتعلم يعني ايه انجلش اصلا، تمام. يعني ايه ننطق، يعني ايه نكون جمله، يعرفوا الفرق بين اجزاء الكلام علشان يقدروا يكونوا جمل، بحيث ان هم يبقى عندهم حصيله لغويه وان هم يقدروا يكونوا جمل يستخدموها سواء في رايتنج سواء في اي حاجه مطلوبه منهم. خاصه امتحانات الثانويه العامه بقى لها كام سنه كده ملهاش دعوه بالمنهج اللي خصوصاً عليهم، خصوصا انت عندي كورونا، الكام سنه بتاع كورونا دي يعني مستواهم نيمت ضعف نيمت كتير الولاد، جدا. حتى مستواهم كان كويس واللي كانوا مظبوط متفوقين، يعني حقيقه هتلاقي كله دلوقتي بقى تقريبا
اثر عليه جامد جدا، اثر عليهم واثر على كل الطلاب في كل المراحل دي حقيقه. بس لما الطالب بيكون متاسس الموضوع بيكون اسهل عليه كتير، خاصه زي ما قلت لك الاسئله مش دايما بتيجي من اللي في الكتاب. سيبك من الكتاب بقى، احنا عايزين نختبر الباك جراوند بتاعتك، انت شاطر في ايه وعارف ايه ومش عارف ايه. طيب بصي عايزه اقول لك يعني عمالين يقولوا لي الوقت الوقت، فيعني احنا المفروض اننا ناخد حلقات تانية كتير عشان نبدا نتكلم عن الاكاديميه. فكمان للتواصل الارقام بتاع الاكاديميه موجوده على الشاشه، وبالتوفيق دايما، وبجد بشكرك ونورتيني. شكرا ليكي. بس قبل ما انهي حلقه النهارده لازم اقدم التحيه والشكر لمطعم وكافيه اي كلاس كورنيش النيل محافظه بني سويف على الخدمة الممتازة وعلى حسن الاستقبال وعلى رقي الصف اللي موجود في المكان. وطبعا مش هينفع غير اني اخص بالشكر الاستاذ احمد شوقي معوض على الادارة الحكيمة والادارة المميزة اللي قدرت رغم كل الاماكن الكتير اللي ممكن تكون فتحت في محافظة بني سويف محافظ على ان اي كلاس يفضل هو رقم واحد في محافظة بني سويف من حيث الخدمة اللي بتتقدم ومن حيث التميز وحسن الاستقبال والذوق والرقي. لا بجد بجد ربنا يوفقكم، وتمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، ودمتم في امان الله. سلام.